هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في هذا السؤال: هل يجوز أكل لحم البهائم أو الغنم التي تذبح على القبر، وهذا الشخص متعمد الذبح لمن في القبر؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. ما يذبح لغير الله لا يؤكل، ميتة يكون ميتة. ما يذبح لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن هذا يكون ميتة لا يحل أكله. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ما ذبح لغير الله يكون ميتة، نسأل الله العافية. وصاحبه مشرك عليه التوبة إلى الله جل وعلا، فالذبح لغير الله من الشرك، فعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والذبيحة حرام، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.